شكرا لكم جميعا على حضوركم، شكرا جزيلا لهيئة الدفاع على حضورها وعلى دفاعها المستميت عن الحق وضد الظلم، شكرا لهم جميعا، شكرا للإخوة في الهيئات الحقوقية والإعلام والصحافة، شكرا لكم جميعا على مساندتكم. هذه محاكمة أيها الإخوة والأخوات، هذه محاكمة سياسية، الهدف منها هو تنينا عن خطنا، تنينا عن الوقوف إلى جانب المستضعفين في هذا البلد. لذلك نقول لهؤلاء نحن سنبقى ثابتين واقفين مدافعين عن الحق واقفين مع الحق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذلك وأن يقوينا وأن يفرج عن هذه الأمة وعن هذا الشعب ما يعيشه من ظلم ونكد واستبداد. وشكرا لكم مرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. النيابة العامة للمحكمة الزجرية بالرباط قررت اليوم متابعة مؤازرنا الدكتور بوكر الونخاري من أجل إهانة موظف، وحددت أولى الجلسات للبت في الموضوع ولمناقشة الملف في تفاصيله بتاريخ 18 مارس من السنة الجارية. طبعا حضر العشرات من المحامين مؤازرا لسيد بوكر الونخاري. مؤازرنا يعتبر هذه متابعة لا أساس لها من الصحة، وفيها استهداف لشخصي باعتباره ناشطا حقوقيا واعتباره ينتمي لحق الممانعة. طبعا سوف تكون لنا عودة للملف بتفاصيله بعدما نطلع على جميع وثائقه والمحضر برمته والتصريحات الموجودة به.